البداية مع زميلي محمد الجباس الموجود في المسرح الروماني، وهناك فعالية خاصة جدا لفرقة خاصة جدا هنعرف تفاصيلها مع زميلنا العزيز محمد الجباس. إليك يا زميلي محمد. شكرا يا عمرو، واهلا بمشاهدين سي بي سي في كل مكان. يعني بتستمر ليالي وسهرات مهرجان مدينه العالمين الجديده، يعني ويك اند اول وويك اند ثاني وثالث بحفلات غنائيه ضخمه، تامر حسني وكاظم الساهر وماجده الرومي. لكن النهارده هو يوم مختلف، هو يوم مزيكا بتناسب الشباب، وهو الامر اللي يعني اللي اعتمد عليه مهرجان مدينه العالمين الجديده ان هو يقدم فن يناسب كل الاذواق وكل فئات المجتمع، ويناسب حتى الاجانب والعرب. لكن هبدأ من النهاردة من المسرح الروماني حيث أتواجد، وحفلة خاصة للثلاثي من فرق الأندر جراوند، وهو اللي هنشوف ده ثابت كل يوم اثنين في مهرجان مدينة العالمين الجديدة. يعني النهاردة كود مصر وحافظ وبستان وهاي دام، ثلاث فرق من فرق الأندر جراوند اللي الشباب بتحبها يعني وتعودت عليها وحبت ان هي تسمعها موجودين في المسرح الروماني. الحفلة بدأت تقريبا الساعة 8 مساء، من تقريبا ساعة بالظبط طلع على المسرح حافظ وبستان وأدوا عدد من الأغاني اللي تفاعل معها الجمهور إقبال كبير. المسرح الروماني المكشوف خلفي يعني ممتلئ على الآخر، يعني من الساعة 6 بدأ الجمهور في التوافد على المسرح الروماني الواقع بالمدينة التراثية للاستمتاع بثلاث فرق من فرق الأندر جراوند اللي مهرجان مدينة العالمين بيقدمهم لرواده وللسائحين فيه، وهما فرقة هاي دام وحافظ وبستان وكود مصر، واللي كان لينا لقاءات معاهم واللي شفنا في عينيهم حماس وفرحه لمشاركتهم في حدث يعني هو الـ 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 الافضل ترفيهيا وسياحيا في الشرق الاوسط. وابدوا ايضا اعجابهم بمعالم مدينه العالمين من بنيه تحتيه وتوسع وتطور كبير حاصل في هذه المدينه الجديده اللي تعتبر واحده من 14 مدينه انشاتها الدوله المصريه ابتداء من عام 2018. وحتى اليوم كمان بيستمر غدا حفله سهره خليجيه خاصه جدا يعني هيقدمها الفنان فؤاد عبد الواحد واسيل حميم، هيقدموا سهره خليجيه خاصه على مسرح ارينا العالمين، المسرح اللي بيستوعب 30,000 من رواد والراغبين في حضور حفلات غنائيه وفنيه ضخمه داخل مدينه العالمين الجديده. غدا سهره خليجيه هتناسب ايضا جميع الاذواق، المهرجان بيقدم مزيكا مختلفه سواء الاندر جراوند او المزيكا الخليجيه او الفن المصري الفن العربي، كل الاذواق كل حاجة تبقى بتدور عليها هتلاقيها في مدينة العالمين الجديدة، هتلاقيها في الحفلات الفنية والغنائية اللي بتقدمها إدارة مهرجان العالمين الجديدة. كمان عندنا عدد من الحفلات اللي هتبقى موجودة معانا في الويك اند اللي جاي، الويك اند الرابع، بنتكلم عن كاسة 90، حميد الشعري، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، كل دول هيبقوا موجودين في حفلة خاصة على مسرح أرينا العالمين يوم 1 أغسطس. يوم 2 أغسطس عندنا الفنان المحبوب من الجماهير يعني رامي جمال على مسرح أرينا العالمين، حفلات في كل شبر من أرض مدينة العالمين الجديدة، فعاليات متنوعة ما بين الفنية والغنائية والرياضية، يعني فعاليات وأنشطة مختلفة على طول الممشى السياحي كما ذكر الزميل عمرو موسى. كمان النهارده يعني شايفين الاقبال كبير على المسرح الروماني الواقع في المدينه التراثيه. عندنا كل يوم اثنين حفله للاندر جراوند هيشارك فيها عدد من فرق الاندر جراوند النهارده زي ما قلت لحضراتكم، حافظ وبستان وكود مصر وهاي دام. حفله كان الشباب شايفين اقبال كبير من الشباب على الحفله اللي موجوده في المسرح الروماني، غدا حفله خليجيه وسهره خليجيه خاصه. لكن أنا عايز أنوه على الحدث الأهم في مدينة العالمين النهاردة، وهو استقبال الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد وصوله إلى مطار العالمين لقضاء الأجازة السنوية الخاصة به. فخلاص العالمين الجديدة هي واحدة من أفضل الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، مش في الوطن العربي ولا الشرق الأوسط بس، وده اللي شايفينه من خلال الزيارات المتكررة للأجانب أو للعرب أو حتى للمصريين اللي بيجوا يشوفوا حجم التطور وحجم البناء اللي أدته الدولة المصرية
المصريه خلال السنين اللي فاتت بشكل عام، مش هنا في العالمين بس، العالمين كانت نموذج واحد لعدد من النماذج في كل انحاء الجمهوريه. العالمين هي سلطت الضوء، او مهرجان العالمين هو سلط الضوء على التطور والتوسع اللي بيحصل في الساحل الشمالي الغربي بشكل كامل. يعني دي ابرز الحفلات والفعاليات الغنائيه والفنيه على في الاسبوع الرابع في الاسبوع الرابع في مهرجان مدينه العالمين الجديده، ولسه الفعاليات مكمله ولسه الانشطه مكمله.